ثلاثي خط الوسط كان بالنسبة لك علامة استفهام، طبعا وفي ظل مستويات الأداء دي الثلاثي الأمثل للتواجد قدام غانا. بشوف مروان وحمدي فتحي وإمام عاشور، إمام عاشور الثلاثة بيتميزوا بالتسديد. مروان رمانة ميزان ما بين الربط بداية الهجمة، فتح الملعب بيقطع قدام السرد باكين، ما تبقاش العملية مفتوحة زي الماتش، زي الجول الثاني اللي جانا اللي جه فينا، الراجل اللي معدي من نص الملعب وراح معدي من حجازي بقى هو الجول. فالحته دي هو حتى في النادي الاهلي دايما بيبقى قافلها قدام السرد الجولين باكين. اللي جم في ماتش موزمبيق مين يتحمل مسؤوليتهم يا كابتن عادل؟ غلطه مين يعني؟ او والله مين مشارك في المسؤوليه يعني؟ الجول الاولاني طبعا كورنر، وبعدين الراجل دخل حاططها سرد باكين. طبعا الشناوي، ما يعني الشناوي شفناه مدى الالم اللي كان عليه لما الكوره دخلت، لان الراجل طلع لوحده حاططها، محدش وبعدين هم ضايقه. ما كانوش بيهاجموا بكثافه كمان، يعني العدد بتاعهم في 18 ما كانش بالكثافه، ان انا ممكن ما نبقاش انا متلخبط مين هيمسك ومين هيسيب. فطبعا حجازي ومفروض كان منع يبقى مع الراجل ده ومنعم، بس حجازي افضل لان حجازي بيبقى في الكرات العاليه وعنده الخبره، انما الراجل واخد المسافه اللي بين الاثنين وطلع لوحده. فبرضه نتيجه ان انا كمدير فني ابقى دارس التيم اللي قدامي، عارف ان الراجل ده بيلعب بدماغه كويس، ابقى في الكرات الثابته بسلمه، بقول له انت يا فلان يا حجازي أي. يا منعم، الراجل ده في الكوره الثابته تبقى معاه. والراجل ده واضح يعني عامل ديل حصان كده وشعره باين، يعني مش هنتلخبط فيه. يعني الراجل طلع بمنتهى السهوله وبمنتهى الرقي يعني، وحطيتها بالراحه كده في الجول. طبعا الشناوي لا يسال عنها، جنب القائم بالظبط، وحتى هو حط ايده فيها لكن هي نازله على الارض، فطبعا بتبقى صعبه جدا انك انت وانت بتمد جسمك على الارض انك انت تطلعها وجسمك كله على الارض، فتبقى بتبقى صعبه هو جدا. اوقات كده اللعيبه في الملعب ممكن تلاقيها مريحه شويه، يعني بتحس انه الماتش سهل وبتحس انه الفارق كبيره، بتحس ان المنافس بعيد مش ممكن يمثل خطوره او تهديد، بتحس اللعيب بيلعب بنص حموله. ده كان انطباع عن المنتخب كله، مش عن لاعب ولا اتنين يعني، ده كان احساسي عن المستوى ده. فلما فوجئنا انه موزمبيق سجلت التعادل وبعدها بدقيقه سجلت التاني، الصدمة ما خلتناش يعني ما قدرناش نرجع يعني. ده كان التفسير الوحيد لماتش سيناريو ماتش موزمبيق. كلامك سليم، دي الجزئيه الاولانيه. في جزئيه تانية، كنا احنا كلنا هنا وفي قناه الاهلي وبالنادي بيها، يا اخوانا لعيبه النادي الاهلي مجهده، يا اخوانا في يعني الماتشات الكتيره اللي ورا بعض ديت، المنتخب هتروح تصفيه كاس عالم وتروح امم افريقيا، فلما تلاقي هاني جاي من كاس عالم انديه وسوبر، كم ماتش بتلعب؟ جمعه اثنين، جمعه اثنين، خميس، خمس ماتشات في اسبوعين، وبعدين رايح على المنتخب ما خدتش غير يومين راحه. فطبعا انت بتوصل لاعلى مستوى من الحمل، ماتشات كاس عالم، وبعدين برضو السوبر، ماتشين قوي جدا وفيهم عنف شديد جدا. الوضع الطبيعي بعد ما بتوصل للجبل لابد يبقى فيه نزول. نزول، فالنزول ده ما يتحملوش هاني بقى. مش دي قصه مدرب احمال. هو فيتوريا مش شغال لوحده، ده معاه جهاز ما شاء الله يعني. انا بشوف الجهاز يا احمد، بشوف الجهاز ما بياخدش راي، بياخد راي ايمن عبد العزيز. يعني انت الجهاز اللي معاك ده، يعني اللي هم مين اللي بياخد راي ايمن عبد العزيز، الجهاز ولا فيتوريا؟ فيتوريا يا ريت المخرج يجيب لنا الكاميرا، يعني الكاميرا مش بتكذب يعني، بياخد. مع احترامنا طبعا لكابتن ايمن عبد العزيز، لا لكن ما في هو النهايه يعني انا متعاقد. انا سيبك بقى، انا ما بتكلمش على ايمن، ايوه انا بتكلم على انا امال بقيه الجهاز. الدوله متعاقده مع فيتوريا مع جهاز فني كامل، مظبوط، خمسه اعتقد او سته، في مدرب عام معاه ما بياخدش رايه بالله، واقف مع ايمن وبيوجه ايمن وايمن يوجه اللعيبه. طيب ايمن رائع جدا، طب المدرب العام ده بيعمل ايه؟ طب والراجل اللي احنا بنشوف دايما اللعيب اللي بيتغير، يمكن ايمن بس بيقوم بدور الترجمه يعني، ممكن يبقى احتمال وارد يعني، هو اللي بيترجم ويوصل اللي بيقوله الراجل للعيبه في الملعب، لكن اعتقد فكره ياخد رايه دي هم صعبه شويه. معينين له مترجم.
وهم معينين معينين المترجم. امال ايه اللي هو اللي كان كان في النادي الاهلي اللي كان في النادي الاهلي المترجم اللي كان معانا في النادي الاهلي وهو اللي راح معاه دلوقتي. ف القصه دي بتقول ان انا لما باخد راي الجهاز الفني باخده عن ايه؟ عن رؤيه بالعين ولا في اجهزه موجوده معايا؟ وفي اجهزه في متعلقه في اللعيب يبقى لابسها، وفي اللعيب النهارده هيلعب قد كده، القوه العضليه بتاعته بعد فتره معينه من الزمن او الحمل البدني بتاعه هيبقى في هبوط، في الوقت ده ابتدي اعمل عمليه التغيير. طب مين اللي هيديني الحاجه ديت؟ ما هو لازم حد يبقى قاعد على الجهاز. هو التغييرات من وجهه نظرك من حيث التوقيت ومن حيث الاسماء او الاستبدالات ياخد فيها فيتوريا كم من 10؟ لا يعني هل اجاد فيتوريا اختيار توقيت التغييرات استفاد بالاوراق بتاعته؟ نمره 2، هل التغييرات دي هي الافضل من وجهه نظرك في ماتش موزمبيق؟ لا هو ظلم الناس اللي غيرها، يعني الناس اللي غيرها. اولا تريزيجيه ما كانش يطلع. تريزيجيه ما اعتقد ان هو كان الوحيد اللي بيشكل خطوره في هو مصطفى طبعا. حقيقي مصطفى كان محمد يعني طبعا الراجل ما اقدرش الوم محمد، لان محمد انت زنقته في وسط الملعب واثنين ثلاثه بيروحوا عليه، كل كوره بتلاقي ثلاثه اربعه بيدبدبوا وراه واخدينها منه. وبعدين زيزو يعني دايما زيزو في الماتشات المحليه بيبقى عالي جدا، في الماتشات الدوليه بيبقى مش في حالته. في نص الملعب انت حسيت ان فيه خلل في وسط الملعب، كان من عندك خمس تبديلات، وارد جدا ان انا لما الاقي ان تعادله صلاح وزيزو مش مظبوطه ارجع صلاح وانزل اي حد في نص الملعب، انزل امام او انزل ممكن كابتن عادل انه يبقى معايا خامه لعيبه كواليتي لعيبه عندهم امكانيات عاليه والطريقه اللي انا بوظفهم بيها في الملعب تظلمهم او تخليهم ما يطلعوش قدراتهم او امكانياتهم دي بنسبه 100%. الفرقه انا بقول انها عامله زي الساعه تروس مركبه على بعض، فيها انسجام، لو ترس مش مظبوط الساعه يحصل لها ايه؟ ما تبقاش مظبوطه ويبقى تقف ويبقى فيها خلل وتبقى بتقدم وبتاخر. في الكوره كده برضو ان ال11 اللي انت بتختارهم وعندك السبعه اللي موجودين بره، اذا انت اخترتهم بعنايه وبكرر بعنايه وبامانه التروس دي هتبقى مظبوطه، ابقى عارف ان انا حمدي النهارده هيغطي هنا ورا هاني. مين اللي هيبقى واقف قدام السرد باكين؟ حمدي فتحي ماشي، مروان ماشي، طب واللي هيقوم بعمليه الربط ما بين الدفاع والهجوم؟ انت كنت بتهاجم بكثافه عاليه جدا وبعدين الكره بتترد عليك بتلاقي شوارع تلاقي المسافه ما بين خط الظهر وسط الملعب والمهاجمين في جاب كبير جدا بينهم، وده اللي استغلوه في الجول الثاني وجول التعادل طبعا من كره ثابته، وكان ممكن يجيبوا اهداف ثانيه. فانت لما الاقي ان انا غلطت مش عيب، كلنا بشر بنغلط، ما كبرش اقول ان انا لو غيرت فلان الاعلام بقى هيصطادني ويقول لي انت ليه خرجت فلان. واخدها اهلي وزمالك، هي مش اهلي وزمالك، ده منتخب مصر، علم منتخب مصر، نتمنى ان العلم ده يبقى في المقدمه ان شاء الله في النهائي. فانت في البدايه لابد تدي احساس للجمهور واحساس للعيبه واحساس للفرق المنافسه انك انت الخطوط بتاعتك فيها انسجام، انت اديت المنافس الفرصه ان هو يعني يعرف ايه الاخطاء بتاعتك ويقراك. هو القلق مش في فقدان 2 بونت يا كابتن عادل، القلق في المستوى اللي ظهر عليه منتخب مصر قدام فريق، معلش مع كامل احترامي الفريق كويس وعنده لعيبه كويسه وكل حاجه، بس في النهايه فريق، خلينا نقول فريق عادي،